بسم الله. دلوقتي لو انا شغال على ملف ريفت وسحب ملف تاني لينك، لو انا جيت عدلت مثلا، عدلت في الفيو رينج بيتعدل فيه هما الاثنين، لو قلت له اخفي لي الجريد هيختفي هما الاثنين، لو قلت له زر لي الجريد هيزر هما الاثنين. يعني اللينك بيبقى في الملف بتاعي واخد نفس خصائص الملف دوت، فممكن انا عايز اعدل، يعني عايز اقول له انا مثلا عدلت هنا في الجريد دوت وخليته بالشكل ده، التاني لسه موجود، فعايز اقول له لا انا مش عايز الجريدات خالص بتاعت المعماري او بتاعت الحته بتاعت اللينك. ممكن اقول له مثلا ايه، انا عايز اظهر شغل الكهروميكانيكال بس الملف المسحوب لينك ده مش عايز اظهر فيه الكهروميكانيكال، فعايز اتحكم في الحاجه اللي مسحوبه لينك. لما ادخل في في وادخل هنا في الريفت لينك وادخل هنا اعدل، او ان انا هروح هنا للفيو تمبليت، لو انا عامل فيو تمبليت هقول له ار في تي لينك وادخل هنا. هنا قايل لي باي هوست فيو. يعني ايه باي هوست فيو؟ يعني هياخد نفس خصائص الفيو. لو انا قلت الفيو كله اخفي اخفي اظهر اظهر زي ما هو موجود هيعمل، تمام. باي لينكد فيو يبقى مش هياخد حاجه من الهوست فيو، هيعتمد كله على ايه، على لينكد فيو. هنا بقى بدا يبقى في اختيارات كاستم، ابدا اقول له ده او ده، يعني باي هوست فيو او باي لينكد فيو، تمام. خليها الاغلبيه باي هوست فيو، تمام. يعني هو من دي الاختيارات، بس اهم حاجه اللينكد فيو دي تخليها نن، لان انا عامل فيو تمبليت. فلو انا قلت له خد من الدور التاني يبقى كله بياخد من الدور التاني، لا ده انا عايز كل دور زي ما انا عايز، اقول له خليها نن، تمام. وبدل هوست فيو خلي كله باي هوست فيو، ما تخليش حاجه ايه باي لينكد الا لو انت محتاج. نيجي مثلا على حاجه زي الموديل، ممكن اقول له كاستم، اقول له خصص لي بقى الحاجه دي. انا مثلا انا عايز الادوار بتاعه الحاجه بتاعتي انا تظهر، والادوار المسحوبه لينك ما تظهرش، اهي اشيلها من هنا. مثلا ادخل على النوتيشن اقول له دي حاجه بقى كاستم، اقول له خش على الجريد، فين الجريد؟ اهي انا مش عايز الجريد، تمام. اوكي. ايه اللي حصل؟ الجريد بتاع المسحوب لينك اختفى، والجريد بتاعي هو اللي ظهر. ده بيحل مشاكل كتير جدا اثناء الشغل العمل اللي في الكورس، بيبقى معلومات قيمة بس بتتفاجئ بقى وانت شغال ببعض المشاكل، فبنقعد ندور لها على حلول. يعني على سبيل المثال من ضمن الحلول، من ضمن المشاكل اللي واجهتنا، ان هو احنا مش عايزين الجريد ده كله، احنا عايزين الجريد بس كده الاول، الحيطة ما يقعدش يكمل لحد هنا. فبكل بساطة جينا وقعدنا نصغر دي كده، تمام، ونظبط الجريدات بحيث ان هي تظهر، تمام، حاجه بس تظهر من الناحيه دي وتختفي من هنا كده، بقت اللوحه اروق اللي بتوع الميكانيكا والتكييف والحاجات ديت. المعماري بيحتاج الجريد، او لو هو مش محتاجها هيصغرها بنفس الطريقه اللي احنا بنقول عليها ديت. يبقى كده اللوحه اروق.